مثل ما عرفنا إذا شنو هذا بين سن وسن آخر الأبيربوس بيناتها شو اسمه انتر ديمبر بينما بين الروتار اسمه انتر راديكولار انتر ما بين راديكولار اسم لاتيني معناه الجذر السن إذا انتر راديكولار إذا ما بين جذور السن انتر دينتال انتر ما بين دينتال يعني سن إذا انتر دينتال وإحنا نعرف إن يعني دينت فش يصير دينتال فش علاقة بالسن شيء له علاقة بالسن مثل ما أخذته بالترمينولوجي إذا انتر دينتال اللي هو الإيفر بروسيس ما بين الأسنان عرفنا هسه هذا السطر هسه خلصنا هاي الصفحة خلصت الآن هسه إحنا نبلش بالصفحة اللي وراها The development of the alveolar bone is occurring alongside with development of the root of the tooth. فلو عرفنا قلنا development alveolar bone بشكل عام اللي هو يحمل alveolar process هو جزء من alveolar bone يعني شلون نقدر نفهم alveolar bone alveolar process الأفير بون هذا كله بدنا الأفير بروسيس هي هاي فقط الصعد الزلوم والصعد اللي فوق واضح؟ هسه شو يقول لك؟ يقول لك الأفير بون هو مثل ما احنا سولفنا الأفير بروسيس قلنا احنا هي تو ديبندنت ستراكشر يعني ترتيب له علاقة بالسن إذا يتعلق وجودها بوجود السن ايش ده يقول لك؟ الأوكسيد والديفلوبمنت مال من؟ مال روت اوف ذا توب إذا ده طورت الروت ونمى وكبر الروت مال التوث ينمو الالفيولار بروسس والالفيولار بون وكذلك هسه يقول لك after eruption of tooth the alveolar bone gradually take the shape of the adult form احنا عرفنا هو مو توث ديبند ستراكشر يعني تركيب له علاقه بالسن اذا نمى السن ونمى يعني اخذ شكل السن النموذجي شكل السن اخذ شكل نموذجي اذا الريور بروسيس بما انه هو له علاقه بوجود السن له علاقه بالسن نفسه اذا هو ينمو وياخذ شكله الطبيعي النموذجي اذا ياخذ شكله النموذجي وين من الروت يكتمل ويكتمل تكوينه ياخذ الريور بون الريور بروسيس شكل نموذجي ومثل ما قلنا اذا راح الروت او انكسر او انسان نمى وهو اصلا ما عنده سن اذا الافير بروسيس والافير بون شوي شوي محلا وهو الافير بروسيس اصلا ما يظهر عنده الافير بروسيس اصلا ما تظهر بس الافير بون يضمحل شوي فشيء عمل يتلاشى يبقى بس الماندبل والمكزلا هذا شيء كلمه سهاس شيء يقول لك الافتر اربشن بعد ظهور السن اوف ذا توث The alveolar bone gradually take the shape of the adult form. شين فشين ياخذ شكل نموذجي، ليش؟ لأن هو ها شوف هاي الصور. شوف هذا فك بأسنان. فالالفيولار بروسيس مالته الالفيولار بون هاي هنا مكانها موجودات. بينما هذا فك ما بأسنان. فنشوف الالفيولار بروسيس والالفيولار بون ما هنا. فباقي بس الماندبل. وشوف شو مضح محل وصار صغير شو مضح محل هنا بينما هنا شنو؟ كبير وماخذ شكل نموذجي لذلك الانسان يعني لذلك الانسان هسه فهمنا شوف هذا الفك باسنان اذا شنو؟ اذا الفير بروسيس موجود احنا قلنا الفير بروسيس تنمو مع وجود السن بينما هذا الفك ما به اسنان فير بروسيس والفير بون كلها مضح محله ومتلاشيه يعني هذا الجزء كله مضح محل هذا كل الجزء متلاشي هذا الجزء كله متلاشي مضمحل ومايع شو بس هذا شوفون هذا الفير بروسيس والفير بون شوي بدا يضمحل شو بدا ينزل على نوصل لهنا وبعد بس يوقع السن يبدا ينزل اكثر يوصل للجوع واضح؟ لسه خلصنا المقدمه هاي كلها مقدمه عن المحاضره راح تبدا هسه المحاضرة هو أول جزء بالمحاضرة هو ستراكتشر يعني التركيب الالفيولار بون يتكون شلون من الإنسان يتكون من رأس ورقبة وجسم هناك هذا يتكون من أجزاء
شنو الجزئين هو الرئيسيين بي؟ اللي هو الفيلر بون بروبر راح ناخذ هسه، والسبورتنج بون هسه شوينا في الصورة واضح فيها هذا. ها خلنا اقفل شغلات هسه احنا ما دام احنا هاي الصور، خلنا نرجع كمراجعة. إذن هذا مو هذا سن وهذا سن، هاي الجزء الفيروكوسس ما بين الاسنان شو نسميه احنا؟ انتر دينتال. بينما هذا ما بين الروتات مال السن شو نسميه احنا؟ انتر ديكولار. واضح ان شاء الله. هسه بالستركشر احنا قلنا يتكون تركيبين اساسيين اللي هن الفيور بون بروبر وسبورتنج بون. الفيور بون بروبر يا هو هذا الجزء اللي هو الجزء الافيلر بون او الستركشر مال تو بارت اون افيلر بون، جزء الافيلر بون افيلر بون بروسيس، ها جزء المقابل للروت، ها مو روت السن، ها الجذر مال السن، ها الروت، فهو الجزء المقابل له المواجه له. شوف هسه انا مأشر عليه هنا، شو الافيلر بون بروبر الاحمر، ها الجزء المقابل للروت مال السن، ان شاء الله واضح. فهذا الليفيال بون بروبر. اما السبورتنج بون، السبورتنج بون في جزئين انر واوتر. هسه احنا الاسنان فيها جزئين، احنا ما ادري بس هنا نقدر نشوف الصوره واضحه اي. هسه احنا عندنا جزئين، هسه هاي اسنان، هاي الجزء الليبيال سايد او نقدر نقول الفيشيال سايد او الخارجي الاكسترنال، هذا للخارج، هذا للخارج يعني بالنقل الصحراء، بالنقل الصحراء كنعان هو اكثر كنعان، هذا مكان كنعان. هذا الجزء الليبيال سايد مالته، هذا اللينجوال سايد مالته. الجزء الليبيال سايد شو اسمه؟ اوتر. هذا شنو هذا؟ هذا الافير بول بروبر او السبورتنج بول، الافير بول بروبر هذا الجزء هنا، هذا الجزء. شوف هذا الجزء احنا نقدر نوضح الشغلتين. هذا هنا الافير بون بروبر، هاي الجزئين الطرفيين. اما الافير يعني هسه احنا هنا شو نقدر نشوف؟ يعني نشوف شغلتين، نشوف الافير بون بروبر اللي هو اللي يحيط اللي يقابل الروت، هذا الجزء هذا اللي يقابل الروت. ونشوف الجزء السبورتنج بون اللي هو يا هو الاوتر وانر، اوتر باتجاه الخارج وانر باتجاه الداخل. يعني مثلا شوف بس هذا شوف الجزء الاصفر، هسه نشوف هنا هذا الجزء الاصفر هو الاوتر مال سبورتنج بون، بينما الانر هو للداخل. هذا الاوتر، هذا الجزء اللي بنفضله، هذا الليبيا، هذا الاوتر وهذا الانر. ايش كاتبين هنا؟ انر كورتيكال بلين. شو اسمه هذا؟ اوتر، سميه اوتر وانر سبورتنج بون. احنا حسب ما نشوف المحاضره، هسه خلينا نرجع المحاضره. شو يقول لك؟ رقم واحد الفير بون بروبر، يا هو الفير بون بروبر جزء اللي هو يا هو اللي قابل الروت، جزء من الفير بروسيس يقابل الروت. ها شوفوا، ها جزء بس فقط يقابل الروت، طبقه قليله صغيره نحيفه يعني. بينما السبورتنج بون يتكون من شغلتين. الشغله الاولى ها الجزء الخارجي، ها الجزء الخارجي هذا شوفوا الطوخ المخطط، ها الخارجي شو اسمه؟ الكورتيكال بليت. شو اسمه؟ الكورتيكال بليت. الكورتيكال بليت بي شغلتين، بي انر وبي اوتر. انر يعني باتجاه داخل الفم، يعني الجزء المحيط بالاسنان او محيط بالخارج مال الاسنان. يعني شلون امثل لكم اياه؟ عندنا هذا في المفروض هاي صحيح المحاضرة، صحيح المحاضرة، هاي المحاضرة داخل السن، اكو داخلها صاير السن. الجزء الخارجي اللي يحيط من الخارج نقدر نشوفه احنا مثلا صعد الشفه مالتنا، نقدر نشوف جسمه، هذا الاوتر مال كورتيكال بليت. بينما الداخلي اللي هم نقدر نشوفه بس ندخل يعني من جوا مباوع، من الداخل يعني الفم، مباوع يعني هو جزء خارجي، عظم خارجي، يعني مو عظم داخلي، عظم خارجي. شو اسمه؟ الانر، هذا الانر.
يعني هسه هاي نان لسان، هاي نان لسان صاير، هاي نان لسان، وهذا جزء هذا عظم اللي قابل اللسان اسمه الإناب كورتيكال بليت، اسمه كورتيكال بليت، كورتيكال بليت الإناب، والأوتر هذا الخارجي. بينما الجزء الثاني من السبورتيك بون، نقدر السبورتيك بون هو جزئين أوتر إنار كورتيكال بليت رقم واحد، ورقم اثنين سبونجي بون أو كانسيلس بون. سبونجي بون هذا العظم الإسفنجي، هذا الجزء هذا تشوفون مثل الإسفنجة مثل الشيء مثل الخراب خرابيط، ما أعرف أنا سبونجي بون أكيد ما أخذته بالبيولوجي، سايس سبونجي بون واضح إن شاء الله. إذا يتكون السبونتيك بون من واحد شنو هو الكورتيكال بليت، اثنين من السبورتينج بون اللي هو يحوي الأوعية الدموية والأعصاب والدنيا مرة بس ناخذ احنا. شو يقول لك سبورتينج بون which consists of the cortical plate supporting bone مثل ما حكينا احنا. cortical plate اللي هي تكون من شنو؟ من انر واتر، هاي خارجيات. اما بالنص بالداخل اند انر للداخل شو اسمه؟ سبونجي او كانسيليس بون، هاي يعني نفس المعنى كانسيليس بون او سبونجي بون. which has bone marrow filled space تحوي على مخاع عظام، تحوي على البون مارو، واضح تحوي على مخاع عظام. البير بون بروبر كريبري فون بليت او لامينة ديورا، البير بون بروبر هذه الطبقة اللي قلنا تحيط القابل الروت تواجه الروت، هاي تحوي على شنو؟ تحوي على ال او تقدر نسميها تسميتين، نقدر شنو نسميها تسميتين حسب صفة بيها. فالصفة بيها خلينا نسميها هذا الاسم، وصفة بيها خلينا نسميها هذا الاسم. أول شيء كريبري فون بليت، شنو معنى كلمة كريبري فون بليت؟ احنا مو ماخذين بالتشريح العام بالمرحلة الأولى، شنو؟ عندنا منطقة اسمها منطقة كريبري فون بليت، وين؟ بالإثمويد، يدخل بيها منو؟ العصب الأول الكرينيال نيرف الأولفاكتوري، يدخل من منطقة كريبري فون بليت، هي يعني منطقة مثقبة، يعني هو جاي الصفة، جاي ماخذيها كصفة، يعني شو بيكونها بيها ثقوب، هاي ثقوب هنا، وهي بيها ثقوب، فسميت بكريبري فون بليت، نسبة لوجود الثقوب بيها، يعني مو فد جزء بيها، لا، نسبة لوجود الثقوب بيها، فسميت بكريبري فون بليت. أما ليش سميت بلامينة ديورا؟ سمت بلامينة ديورا، لامينة ديورا هي منطقة شوية نقدر نقول أكثر غماقا. بس شفنا هاي الصورة، هاي الصورة طبعا هاي اكس راي حقيقية مو جذبية، صورة حقيقية ماخذين بها جو لواحد ميز. هذا جزء شو جزء طوخ؟ ان شاء الله واضح، هذا جزء طوخ، هذا جزء طوخ، هذا اسمه الفيور بون بروبر. شوفوا طوخ بالاكس راي، الجزء الطاخ بالاكس راي شنو معناتها؟ معناتها توجد به تراكيب صلبة أكثر، يعني تكون صلابته أكثر، قوته أكثر. فشنو مثله باللامينة ديورا مال البرين؟ لامينة ديورا مال البرين مو صار شوي أغمق، أنا يعني دائما نشوف اكو لامينة ديورا في البرين أغمق من الداخل، فسميت هاي شنو؟ ايفير بون بروبر، بالنسبة لهذاك الأمر، يعني كون يكون اكو فرق بال هسه احنا شو قصدي؟ قصدي بانه لامينة ديورا سمي لامينة ديورا لان اللحظة اغمق، اللحظة اغمق من المنطقة الجواها. ليش اغمق؟ يعني شو معنى كلمة اغمق؟ يعني اكثر صلابة بالاكس راي، يعني شنو اغمق؟ يعني اكثر صلابة من الداخل. السؤال واحد يسأل روحه، ليش صار اصلا؟ يعني احنا مو قلنا الفيرو بروسيس هو تو ديبندنت ستراكشر، يعني في الشيء اللي هو عن تركيب له علاقه بالسن. اذا الاسنان تتحرك وين تتحرك؟ منا ومنا يمنا ويسرى، وين تطخ او تدفع بمن تدفع؟ بذني اجزاء. فاحنا قلنا اذا صار عليه ضغط شو راح يصير؟ يعني شوي شوي يتكيف ويا الضغط، يبدي يصلب اكثر، فلذلك هذا الجزء يكون هو اصلا من الجزء الجوا، لانه ما معرض للضغط، لذلك شوفه فاتح. بينما هاي الجزء اللي عندنا الفيور بون بروبر شو يكون؟ يكون اكثر صلابه، بيبين بالاكس راي اقوى، اصلب اغمق، لذلك سمي بشنو؟ باللامينة ديورا نسبة لهذا الامر، واضح ان شاء الله؟ ولو سمي كريبري فون بليت هذا اسم نقراها.
هسه ليش حيشرحلنا ليش سمي بكربي كومبليت. It is still lamina. Open that's around the root of the tooth. عرفناها was around the root of the tooth. And give attachment to the principal fiber, periodontal ligament. يعني هو شو يسوي؟ يعطيك attachment، يعطيك منطقة attachment التساق ويامن ويا ال PDL. ال PDL then is zero. تشوفون سنين زرق بالنسبه لل بي دي او اللي هن مثل الشياشه اللي حيطن مثل الشيش او تركيب مثل مثلا نقدر نسميه بالشياشه مثل الشيش بالضبط كمش بالسن. شوفوا لازق منا لازق منا انا وش اللي يكبش السن ليه يتحرك؟ يتحرك حركه خفيفه يعني شو مثلا واحد يعني كمش عنده شيء واحد منا كمشه واحد منا كمشه بالعكس هذا الانسان بالنص يقدر يتحرك حركه بسيطه ولكن شنو ما يقدر يروح زايد ليش؟ اكو واحد كان شو منها وواحد كان شو بالعكس نشوف هذا السن مكموش من هاي الجزء مش من منها 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 واحد كان شو منها واحد كان شو منها بعد شاد دي ما يخليه يتحرك هواي بس حركه خفيفه. اذا هذا الجزء احنا يا هو يا جزء هو لازق بالبي دي ار هذا ازرق هو البي دي ار من جزء يا هو جزء باتجاهه اللي هو العظم جسمه الفيربونا بروبر. فليش ليش الفيربونا بروبر سمي بكريبي فومبليت؟ اسهل من نعرف ليش لان بيثغوب بس انا دي يشرح لك عنه. دي يقول لك ثن لامينا او بونس اراوند ذا روت اوف ذا توث. جزء ثن لامينا طبقه قشره خفيفه تحيط بالروت تحيط بالجذر وان السن اند جيف اتاتشمنت تعطي التساق تعطي ترابط ويا من تو ذا برنسبل فايبر الياف خاصه هاي زرق الياف خاصة of the periodontal ligament. شو اسمها عندنا الياف خاصة؟ periodontal ligament. خل حل كلمة periodontal ligament. بيريو حوله. دونتال سن. ليجامنت اربطة. اربطة المحيطة بالسن. معناتها periodontal ligament الاربطة المحيطة بالسن. ها شوفوا شوف محيطة بالسن صار حول السن كله. وانها مثل اربطة مثل الشياشة. هن اربطة محيطة بالسن هي periodontal ligament. اذا هذا الجزء نحن قبل شوي نسولف عنه هذا البي دي ار هذا شوي طوخ هذا الجزء مربوط انا كاتب لك اياه فيربون بروبر مربوط ويا بالبي دي ار منها هسه ليش احنا عرفنا ليش اصله قلنا سميه بلامين دور ولا كون اصله هسه قلنا كريمي فون بليت ليش؟ لان هنا بدي اقول لك بسطه ات از بيرفوريتد باي نيوموس فريمنا فولتمان كانال. شو اسمه هاي الفريمن؟ اسمه فولتمان كانال هاي فتحة لين كذا واضحة انا بس طول حبيبي محاضر بدي اشوف حبيبي محاضر هاي الفولتمان كانال هو مثل الثقب بيها موجود مر بيها اعلمون الاعصاب وهالامور فهذا ليش في ذلك سميت بكريبي فومليت؟ الكريبي فومليت هو مكان مثقوب هذا ليش سمي بكريبي فومليت؟ لكون يحتوي على قناة مثل الثقب تعبر اوعية دموية واعصاب لذلك سميت بكريبي كومبليت. شو اسمها القناة؟ اسمها فولتمان كانال. شو اسمها القناة؟ فولتمان كانال. That carry branch of the alveolar nerve and blood vessel into periodontal ligament. لان تحوي على جزء من الالفيولار نيرف. جزء من الالفيولار نيرف and the blood vessel. وين رايح هذه البلد بزل؟ رايحات تغذي البريودونتال ليجامين ذن تغذيهم تعطيهم اوكسجين وثاني اكسيد الكربون تاخذ من عندهم ذن زر هنا ان شاء الله واضحه. And that why it is called the cribri fondlet. في ذلك سميت بكريبي فوندلت. ولكن ليش سميت بالتيرم لامينا ديورا؟ is given to the layer of bone لانه طبقة من العظم because it's appear radiooptic بالاكس راي. ليش سميت باللاميديورا؟ لان هي تبين شوية اغمق بالاكس راي شوية اغمق واحنا نعرف اي شيء اغمق بالاكس راي بالاشعة السينية شو معناتها يعني؟ يعني هو اصلب بينما الاقل صلابة شو يبين؟ هذا شوف اقل صلابة بينما هذا اصلب شوفوا بعد شوفون هذا كله صلب فابيض طوخ الناور
هو ميناء السن كلش ابيض. هذا تقول ليش هذا؟ ليش هنا انامل ما بين كلش اسود؟ مفروض هنا كلش ابيض. ليش ما بين كلش اسود؟ احنا قلنا الطوخ بين اسود اكثر. ليش ما بين؟ لان هذه العمليه ما اقدر اطلع الشق ذني تراكيب اللي نقدر نسميه تراكيب موصل، بس هذا الجدر اللوب على السين تراكيب داخله هنا موصل به مثل المي. فهذا المي ما ممكن واحد يطلع صوره له بالاكس راي بالاشعه السينيه الا يستخدم يسموها طريقه يزيل التراكيب الصلبه، يبقى بس الاقل صلابه. فتبين هنا انا صعوبه ناخذ اشعه كيميائيه، بقى تلاحظ يعني هاي شويه شغله يعني رادها تمعن.